بينتنا الإعلامي الصحافة كل الأشخاص اللي بيشتغلوا بالميديا دايما عندهم هم واحد هو إيصال رسالة معينة أو رسائل بتكون هيك بتورد على الخاطر أو أكتر شيء نقدر نشوفها بالحياة الاجتماعية اليومية بتدقر الشخص وبيحب أنه يوصلها وبحس أنه لازم الناس يعرفوا عنها يمكن بتغير لهم حياتهم. هيدي هي قصة سيلاتر كيون شانجي ما في كتاب لمايا فغالي رحال اللي هي صحفية بالأساس وبعدها مصرة على إسبري الصحافة. أهلا وسهلا فيك مايا. مرسي كاتيا مرسي. C'est lettres qui ont changé ma vie. يعني انا قريته ديagonal بس بتصور لما راح اقريه على رواق ça va changer ma vie ان شاء الله. يعني صحيح انه هالقد في تأني بالكتابه ولكن كمان نوعيه القصه الموجوده اللي هي قصه حقيقيه اللي انت مش متخليه ابدا عنها كقصه حقيقيه ومش على بالك انه تكوني عم تفوتي بالقصه الفانتاستيك. مزبوط. ليش؟ شوفي هي دائما القصص الحقيقيه بتجذب القارئ، يعني وقت واحد بيعرف انه شيء صار مع غيره بتحس انه طلع باله يعرف عنه. وانا بما انه هيدا الكتاب من الاساس كتبته كرساله، يعني اساسا ما كنت بفكر اكتب كتاب، حبيت انه يكون شيء فعلا يجذب القارئ تقدر هالرساله توصل له. وبما انه هلا بعد ما حكينا عن قصه الكتاب بس بما انه الظرف يلي انوجد قدامي حتم علي انه خلص انشر هالكتاب، حسيت انه بهالطريقه بتوصل الرساله بسرعه يلي انا حابه اوصلها. وانت كصحفيه يعني رح نحكي هلا عن الكتاب وعن هال رسائل يلي اكتشفتيها بطريقه من الطرق يمكن ما بعرف اوقات يعني ما بعرف الصدفه بتلعب دوره او عناية الهيه اوقات بتلعب دوره مثل ما انا بفسرها بالكتاب صحيح. بس انت يعني حسك الصحافه هو يلي خليك يكون عندك هالحشريه او هالحاجه انك توصلي هالنوع هلا اكيد الباك جراوند تبعي كصحفيه واعلاميه والحياه يلي عشتها على مدى 9 سنين او 10 سنين بهالمجال، قد ايه تعرفت على ناس، قد ايه بتكسبي من الخبره، يعني قد ايه بتروحي وبتجي بتخليكي بجو معين انه يمكن وقت تلاقي هالنوع من الرسائل يلي هي بتحاكي كل شخص ورسائل من الواقع وبتحكي شوي عن المجتمع بتدقرك اكثر من غيرك. ديجا الواحد كاركتيره كصحافه بحب يوصل للعالم وبحب يغير شيء بهالدنيا اجمالا، بشدني انه لاقي هالكتب، مشان هيك بمطرح من المطارح بالكتاب بقول انه يمكن صدفه وقعوا هالرسائل اللي عمرهم اكثر من 60 سنه بين ايدي لإلي، كوني صحفيه، كوني فرانكوفونيه، وكونهم بيدقروني وهن اللي خلوني انشرهم، والا يمكن لو وقعوا بايد حدا تاني يمكن ما كانوا عن يولو كانوا انكبوا مثله مثل الكتب يلي انوجدوا بيناتهم وراحوا وما حدا عرف فيهم. خبرينا القصه، كيف وصلتي لهالرسائل؟ هي القصه جوستمون جوزي اشترى شقه بمنطقه الأشرفية، هو بيشتري وبيبيع شقة، فوقتها صار بده يبيعها اضطر يفضي. هي الشقة صار لها من سنة السبعينات متروكة أيام الحرب، بده يكون فالوا ناس على عجلة من الشقة وتركوا كل أغراضهم. بقى وقتها إجا بده يفضيها ليبيعها بين معه مجموعة كبيرة من الكتب. هلا أكيد كثير من الكتب وديها لمؤسسات ولأشخاص، وترك كم كتاب هيك جمعهم بصندوقين حلوين هيك دو بو ليفر، قال نعرضهم عنا بالبيبليوتيك. لهون كان بعد أنت ما لهون أنا ما معي خبر شيء على الكتب أبدا. الكتب اللي راحوا يعني لا لا راحوا وما مرقوا عليك ما بنعرف شو صار فيهم، بس تشوفي كيف زمط كارنيه صغير بهالصندوقين، جابهم جوزي وحطهم بالباركينج وبقيوا 4 سنين ما حدا عم طلع عليهم لأنه مفروض أنا أعربهم، مين بده يعربهم غيري؟ طلع فيهم كل يوم ويغيب على قلبي. بعدين هونيك نهار قلت لا خليني اشوف شو فيهم ونعرضهم ونخلص من هالقصه. فهيك زمت بين بودلير وبين يعني اهم الكتاب كارني صغير مكتوب بخط الايد معبى اكثر من 25 رساله مكتوبين من قبل هو مرشد روحي بوقتها سنه 1950 لصبيه كانت عايشه بهيدا البيت يلي ثاقبت انه جوزي اشتري، وهي كانت مقعده بس من فوق لتحت يعني ايديها واجريها نايمه بالتخت، وكان هو يبعث لها هالرسائل هيدي يلي بيواسوها بيعطوها. كل هالشيء فهمتي من الرسائل؟ كل هالشيء من الرسائل. الحلو انه بيبقى بضل في كاشي ميستيريو لان انا ما عندي الرسائل يلي هي كانت تكتب له اياهم. بقى هي كانت تكتب له هو يودي لها، شو عملت هي؟ جمعت هالرسائل ورا بعضهم غلفتهم وبقيوا عندها. تخيلي يعني تحدوا الزمن، تحدوا ازايف فاتت بهيدا البيت، تحدوا ناس كثير يمكن بدهم يشتروا هيدا، لو وصلوا بين ايدينا اليوم وهلا صاروا اونلاين وصاروا بكل الدول الفرنكوفونيه وصاروا يعني تتشوفوا وقت الشغله بدها توصل بتبرم الدنيا كلها وبتوصلها. بس قرار انك تكتبي كتاب تضمنيه هالرسائل وتنشريه
كان كتير بعيد عني. أنا من قبل يعني أكيد كصحفية بيقولوا لك الناس أنه كتبي عندك ستيل نشري شي كتاب، بس كنت دايما فكر أنه عن شو بدي أكتب، هيك أكتب لأكتب إضافة على ألوف ملايين الكتاب الموجودة، يعني بدي شي يوصل يكون له هدف. بس وقتها وصلوا هول الرسائل ما بعرف كيف كاتي هيك بلمحة مثل شي ضوى انه لا، يعني مثل كأنه ايجويزم مني اذا بتركهم لقلي. انا دقروني كتير لانه الحكي اللي بيحكيها ياه هو باي ذا واي ما انه كتاب بيأس، هي يمكن القصة هيك انه بتزعل بس انا ما تعلقت على هالكا هيدا، انا علقت على الاشياء اللي بحكيها ياه هون عن الناس عن المجتمع عن الحياة، يعني حسيته عم بيحكيني لقلي كأنه حدا طلع من 60 سنة وعم بيحكيني لقلي، وهون قلت لا ما فينا اتركهم لقلي، يمكن حدا تاني اذا قريه هون يتأثر مثلي. ضمنتي هالكتاب الرسائل مثل ما هني؟ لا، بس حسيت انه في محلات يعني محية وعاملة فلو لخصوصية الموضوع أو خصوصية المعلومات، هيدا كمان الحس الصحافي يعني هو في أسامي مزبوط، يعني هو في أسامي داخلة وفي كمان شوي بالرسائل إشي يمكن القارئ ما له علاقة فيها بتتعلق بعائلتها للبنت، يعني مش بالوضع أو بالقصة اللي نحن عم نحكي عنها. تسمحت لحالك تنشري هالرسائل، شلت كل شيء ممكن انه يكون مزبوط ما يصير في اي لغط، وبالنهايه انا هدفي مش ينعرف ولا من هن الناس ولا هدفي انه القصه مثل ما هي تنحكى والقارئ ينبسط فيها مثل ما هي بغض النظر من هن الاشخاص، بس الحلو فيها انه قصه حقيقيه جرت عنا بلبنان من 60 سنه. ماري صبيه صغيره عندها يعني مشكله بالحركه، بارتو مع مين؟ بارتو ما هو مرشد روحي كان صديق للعائلة، كانت هي كتير توثق فيه. لبناني بارتو ما؟ لبناني، هو لبناني، كانت هي كتير توثق فيه وبده يكون كانت تبعت له رسائل، تحس انه هو كمرشد روحي، وهو كان بوقتها رئيس على دير مهمة بلبنان وفي تحت ايده اكثر من 100 شخص كان هو مرشدهم الروحي، يعني شخص عنده كثير اكسبيرينس بالمجال. فيمكن مشان هيك هي ارتحت له وصار فيها التبادل الرسائل هيدا بيناتهم، ويمكن مشان هيك مين ما بيقرا الرسائل بحس كانه بارتو ما صار مرشد روحي، عطيها وقته بالتفاصيل يعني عطيها ايه هيدا اللي يعني صراحه وقتها انا قريت الرسائل يمكن لو غير حدا كتبهم ما كان بيدقريك هالقد، بس قد ما بتحسي هالشخص عم بيعطي من نفسه مركز على هالحاله وعلى كل تفاصيل حياته. مزبوط، إلا ما يدقريك. كمان أنا كتير جذبني قبل ما أوصل للرسائل، جذبني طريقتك بتقديم هالرسائل، طريقتك بتقديم الكتاب يلي بالبداية ما منكون عارفين أنه في رسائل، وبعد شوي منكتشف أنه في بيت اكتشف كمان هون في لغز هيدا تريزور بحد ذاته، بعدين منكتشف أنه لقى في حدا اسمه بارتوما، القارئ يفكر أنه أنا كان لازم أكون بعرف مين بارتوما. يعني هالقد لقلك صار كأنه الشخصيات الموجودة ب الكتاب واللي شخصيات حقيقيه هالقد قريبه لإلك، بنحسها نحن دغري كمان قريبه لإلنا وكانه نحن كمان كان لازم نعرفها. هل ستيل بالكتاب اللي هالقد يعني سهل للقارئ منين جبتي؟ من الصحافه كمان؟ هلا يمكن من الصحافه ويمكن اكثر وقتها انا بقرا حبيت اعتمد الستيل اللي انا بحب اقريه عاده، شابترات صغار، اسلوب كثير سهل، يعني ما حبيت كثير اتفنن بالفوكابيولير او هيك لحتى يوصل للاشخاص من عمر يمكن 15 سنة وما فوق، يعني ليكونوا بلشوا يفهموا شوي القصص العميقة. ولقلك يعني مثلا في مدرسة بلبنان تلاميذها بالسكوندير عطيون هيدا الكتاب، يعني بعتوا وراي لعندهم على المدرسة احكي مع الطلاب وعطيون ياه كدوفوار دو فاكانس يقروا بالفاكانس، وسنة بعدها عملوا عليه تحليل. محظوظين لانه عاده الكتب يلي بينعطوا كدوفار دو فاكونس بيكونوا، هلا انا صراحه استحيت قلت لهم بليز ما تزعلوا مني انه عم تقروا لي كتابي، بس انه شو بدي لا بتصور محظوظين لانه الكتاب سهل سريع كاتشنج كثير، يعني بيلقط كثير القارئ، وهالشغله مش موجوده دائما بكل الكتب، يعني اوقات بيكون القارئ بده يكون عنده طوله بال حتى مع كبار الكتاب يلي كتير كتير مهم انه نكون عم نقريهم طبعا، ولكن بده فعلا القارئ يكون عنده طولة بال لا يوصل للمسج او للفكره اللي لازم توصل هون. يعني كقراء بهالعمر بتصور بهمهم كتير هالشيء. لنرجع للكتاب ولهالقصه كمان اللي كتير حقيقيه بكل شيء، يعني مش بس الرسائل هي حقيقيه، حتى قصتك معهم لهالرسائل حشت معهم كتير انا مزبوط، لانه وقت تعمقت فيهم
قعدت كاتيا هيك جمعتين يعني بين الرسائل، ومش بس الرسائل، ما انا كان في كمان كم غرض من البيت، باسبورات، مجلات، غير نوع رسائل. عشت مع ماري يعني شوي مع ماري وعائلة ماري، لأن هي كانت عايشة مع أهلها وعندها إخوات، فغرقت كتير بجو هالعيلة. يمكن مشان هيك انطبع فيي وقدرت أطلع بهالكتاب. إذا واحد ما كتير بيتعمق بموضوع معين، مش سهلة ابدا تمسك القلم وتكتبي وتنشري كتاب وتوصلي بالنهاية. رح نشوف الكتاب سيدات كيوم شانجي ما في، ويلي يعني عم يعمل شوي برمة العالم، خاصة هلا مع السوشيال ميديا ومع كمان سالون دي ليفر والى اخره. خبرينا شوي عن البرمة يلي عم يعملها. هلا الحلو يلي صار انه هو وقت صدر اول شيء اكيد اشترك بالسالون دي ليفر دو بيروت من خلال دار النشر درغام يلي هو اهتم بالموضوع. وقتها كان أكبر الكتاب الأكثر مبيعاً على ستاند عنا، في أحد الموزعين الفرانكوفونية اللي هن بيهتموا بأنه يلقوا شوية نظرة على الكتب الماشية بلبنان تيوردوها ليصدروها لبرا، لأنه مثل ما بتعرفي الكتب الفرانكوفون إجمالاً نحن عنا شي 90% منستوردهم على لبنان، وأنجا 10% لكتاب لبنانية بيطلعوا لبرا. فتم اختيار كتابي يعني للحظ الحلو انه يوزعوا لبرا. فاول شيء وجد دغري على امازون وعلى اي باي، صار ينباع اونلاين وين ما كان وبكل المكتبات بالدول الفرانكوفونيه. لو ما كان موجود على الرف يعني بيقدر مين ما كان يطلبه من المكتبه. هلا كمان من وراء هيدا السكسين طلب بالسالون دو ليفر دو باري يلي هي مسؤوله عنه وزاره التربيه بلبنان، عندها ستاند هونيك يعني 60 متر مربع، بس بتاخد كمان كم كتاب من كل ميزون ديديسيون لبنانية لهونيك. فكمان تم اختيار كتابي وصاروا الاشياء يلحقوا بعضهم من دون ما انا اعرف، حتى وصل لسانت كولتورال فرانسي ببوسطن، يعني حتى بالسالون دو ليفر دو كيبيك كمان طلبوا انه هيدا. ولانه كان عم بينباع بهالسالونات برا، هيدا لثالث سنه بيشترك بالسالون دو ليفر دو باري اللي جاي الاسبوع المقبل من 21 ل 24 مارس. لثالث سنه بينطلب بنفس الكتاب. نفس الكتاب يعني شيء غريب بتصور هيدا، لانه اجمالا بيطلبوا الكتب النوفيل اديسيون، يعني ما بيطلبوا اشياء قديمه. ومثل ما عم تقولي انا تفاجأت، يعني بعت ايميل لدرغام انه مزبوط، بعتوا لي ايميل انه كتابك مشترك كمان سنه بالسالون دو ليفر دو باري، بركي تغلبطتوا قصدكم تبعتوا لغير اوتر. قال لا مزبوط، طالما عم بيروحوا عم بينبيعوا ما عم بينرد مع الوسائل عم تنرد، طالما وزاره التربيه بترجع بتطلب ورا وبتبعتوا مع هالكلك تيتر يلي بينطلبوا. فاكيد كان كثير فخر كبير لإلي، يعني انه ما بتعرفي بالنهايه بين ايدين مين عم بيوقع باي بلد باي اشخاص ومين عم يستفيد منه، فاكيد هيدا الشيء فخر لإلي. هلا اول شيء نحن الوقع والرسائل بين ايديكي، هيدا اول شيء، هيدا اهم شيء. بس بنقدر نعرف مين هن الاشخاص اللي كانوا مهتمين او اللي هن مهتمين انه يقروا هالنوع من الكتب؟ هل هن لبنانيه عايشين بالخارج؟ هل هن لا اجانب؟ هل هن من اعمار معينه ولا ما في هالقد؟ هلا اجمالا كستاتستيك ما بيعات لا، بس اذا بدك ثرو سوشيال ميديا مثل ما عم بتقولي، اكيد انا اذا بحط على فيسبوك انه كتابي مشترك بهالسالون او عندنا سيناتور بهالمحل، الاصحاب بكل انحاء العالم بيتهافتوا بيحمسوا بعض. هلا بعدين شو اللي بيصير؟ دبوش اوراي، يعني واحد بيقري بيخبر الثاني، وهيك يلي هيدا اللي خليه ينتشر اكثر. وهو بحاكي كل انواع القراء، يعني كل الناس بهمهم يقروا اشياء بيفكروا فيها هن بيومياتهم، بس يمكن ما حدا كتبها او ما حدا قريها شي مطرح، فوقتها بيقروا عم بخبروا غيرهم وعم بيكون سند لإلهم. كلنا بحاجه بهالايام الصعبه لهيك سند، وهيدا هيك يمكن حسوه سند، مشان هيك انتشرت خبريته دبو شاوري. هل بيرتوما يعني طبعا عنده روحانيه معينه، ويلي كان عم بيكون هو سند لماري باوقاتها الصعبه، وانت التقطتي هالروحانيه وجربت انه تبسيها بطريقه من الطرق وتعلق عليها بطريقه كمان كثير فيها من الايمان. مزبوط. هلا هي لانه القصه شوي او رسائله شوي فيها من الفلسفه وفيها كثير من الروحانيه، حتى ما يكون ثقيل وقع الكتاب على القارئ، يعني ما فيك كمان تتوجهي لكل الناس باسلوب كثير فلسفي وروحاني. أنا حبيت الرسائل مثل ما هي بخط إيده الحلو، بتعرفي من زمان ستيل الفرنساوي كان رائع، كان في الانتداب الفرنسي وخطهم كانوا يشتغلوا كتير على الكاليغرافي، حسيت أنه فيني مثل منهم أعملهم فوتوكوبي يعني وننشرهم تا كل قارئ يقريهم مثل ما أنا قريتهم ويفوت بهيدا الجو.
بقى يمكن الرسائل شوي عميقة أو هيك بدها تفكير وتركيز، بس الستيل اللي أنا جات كتبته فيهم حبيته يكون كتير سلس لأوصل أحكي عن هيدا الموضوع اللي كتير عميق، بس بطريقة ما هيك يمكن حكايات صغيرة، أنكدوت، أخبار، أمثال، تشد القارئ. رح ناخد وقفة صغيرة ونرجع. الأسد نريد رئيساً ممانعاً في لبنان، ونحن وحزب الله في قارب واحد. وزير الخارجية السوري وليد المعلم أدخل ليلاً إلى مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت بعد تردي حالته الصحية. مجلس الوزراء سينعقد مساءً في بعبدة بعد مهرجان قوى 14 من أذار في لبنان. الرئيس سليمان: الحل لتجنب تداعيات الأزمة السورية هو التزام إعلان بعبدة، وأفضل حصول انتخابات رئاسية في موعدها. استمرار المناوشات على محاور القتال في طرابلس بعد ليل ساخن أدى إلى مقتل طفلة وجرح ما لا يقل عن 20 شخصا. استخبارات الجيش توقف مساعد الشيخ سالم الرافعي جلال كلش في مطار بيروت. كاري يصل إلى لندن لعقد اجتماع حاسم مع لافروف بشأن القرب. هذه العناوين وسواها نفصلها في نشرة بيروت اليوم، ابقوا معنا. مايا فغالي رحال موجودة معنا، كاتبة وصحفية، صحفية وكاتبة ما بعرف، صحفية وكاتبة، الصحافة بتجي بالأول بتجي بالأول. وعلى كل حال عم نحكي عن سيلات كيون شانجي ما فيها، الكتاب يلي فيه كتير من النفس الصحافي صحيح بيمكن أخلاقياته، بس كمان فيه كتير من الأفكار الحلوة يلي أخذتها مايا من رسائل بيرتوما لا ماري. ما بنعرف نحن بيرتوما وما بنعرف كمان ماري، رح نتعرف عليهم من خلال هالكتاب. كنا عم نحكي شوي عن هالرسائل اللي يعني هالكتاب ضمنتي الرسائل مثل ما هي، ما حرفتي فيها، انما بلكي حجبتي بعض المعلومات يلي بتحسيها مش ضروريه للقارئ لحتى توصل للرساله، ويمكن خصوصيه بالنسبه للقارئ ما بتاثر على القصة. بس تحضيرك لهالرسائل، يعني لما بنقرا اول بارتي نحن من الكتاب محضرين لنفوت بجو هالرسائل، وهون كنت عم تقولي انه يمكن البعد الروحاني والفلسفي لهالحديث يلي عم يجرى بين بيرتوما وبين ماري يمكن يكون ثقيل على القارئ، بس انت خففتيه من قبل حتى لنفوت عليه، يعني محضرين احسن ما ينقذ القارئ بالاول انه شو هيدا. وبعدين انا مني تنقول شي حدا انه فلسفه دكتوراه بالفلسفه يعني تيقولوا مين هلا جاي عم ينظر علينا، لا يعني انا جربت اوصل للقارئ مثله انه هالحياه اللي عم شوفها قدامي وهالناس اللي عم شوفهم قدامي، بشوف بيرتوما عم بيحكي نفس الشيء، فكرت انه اوف من 60 سنه لهلا بعدنا بالسوسيتي تبعنا عم نعيش نفس المشاكل، بعدهم الناس عندهم نفس التفكير، يعني عم بيحكيك اليوم. فمشان هيك حبيت فوت باسلوب الكتاب بطريقه تحاكي القارئ هيك بشكل سلس. هلا كمان مثل ما عم تقولي هن الرسائل فيهم اشياء شوي استوريك، يعني مثل في مره بيحكي عن مار شربل، حبيت اعمل انا شوي ريشيرش تشوف مزبوط بوقتها كان تابوت مار شربل مفتوح تقلا طلعي لعنده. في مطرح ثاني كمان يعني بيحكوا عن اشياء فيك قبل تفوت عليها، بعدين عملت ريشيرش عنه للابونا لشوف مين هيدا، هالقد فينا انا اخذ برايه مزبوط، هالقد فينا اوصله رايه للناس. وقتها شفت قديه كان رجل عنده تقل بإيامة، كان مؤثر بالأشخاص، كان عنده يعني كتير تقل، يعني أكيد هلا أنا إذا بعلن اسمه الحقيقي إنه كل الدومين رح يعرفوه، دونك حسيت إنه لا هيدا الشخص بيستحق إنه توصل كلماته لأبعد من هيك. دونك جربت كلهم هولي أعمل له مثل إنترودكشن قبل ما فوت على الرسائل مثل ما هي، مثل ما عم تقولي لحضر القارئ على هالرسائل. وبتروازيان بارتي هو الكتاب تروا بارتي، اول بارتي بخبر عن رسائل، ثاني بارتي الرسائل بحد ذاتها، وثالث بارتي مثل اذا بدك هيك شويه تعمق بالرسائل على طريقتي الخاصه، مواضيع معينه هيك بتدقر وبشكل كتير سريع، كل شابتر صفحه او صفحتين بيوصل رساله وبخلي القارئ هو يفكر من بعدها. هيدي شغله كتير مهمه للحقيقه، وكمان هي اللي بتلقط الشخص، ومش هيك حبيت اقريها على مهلي، ما حبيت ثالث
خبرتي قريعة. أنا بساتت أنه حبيت تقريعة مهلك مزبوط، لأنه دياغونال كتير حلو، بطلقت الفكرة، بس أنه أكيد بنهارين ما رح تلحق تقريك طعمها إفك. مايا ليش بالفرنسي؟ لأنه الرسائل كانوا مكتوبين بالفرنسي أو الرسائل كانوا مكتوبين بالفرنسي، حتى ما علي أكتب بالفرنسي. هلأ أنا كمان اللغة الفرنسية يعني كتير هين لقلي اكتب فيها، كوني اصلا كنت بمدرسة فرانكوفون بقى، واكيد الرسائل بالفرنسي. هلأ يلي عم بيصير انه نظرا للنجاح يلي صار، حكيوني بدار النشر درغام انه بركي منترجمه على اللغة الانجليزية ليوصل لعدد كبير من العالم. بس ساعتها الرسائل بتترجم على اللغة الانجليزية كمان، هيدي الصعوبة يلي عم نلاقيها. صرنا يعني على اتصال مع شخصين او ثلاثة بيشتغلوا بمجال الترجمة، وبعدني ماني كتير عم بقتنع بالترجمة الانجليزية اللي عم بتصير، لانه رسائل صعب شوي ترجمتها. بده يكون عن روحانيات وفلسفة، بده يكون المترجم مش بس بيعرف انجليزي وفرنسي، وبده يكون هو شوي كاتب كمان بداخله عنده شوية هيك حس كتابة. فما بعرف يمكن هلا اذا في حدا عم يسمعنا بيحس حاله بيقدر يترجم الفرنسي والانجليزي، نحن بنتمنى، لانه حابين انه يوصل كمان للدول العربيه وللدول الامريكيه حيث الناس تقرا انجليزي اكثر. اذا المشروع انجليزي مش عربي مثلا؟ لا مبدئيا يعني انجليزي، لانه كمان خصوصي صار موجود كثير على امازون واي باي، وجمهور امريكاني وناس كلها اجمالا بتحكي انجليزي، حتى بدول عربيه بيحكوا انجليزي، فالجمهور اكبر بكثير من الجمهور اللي بيحكي عربي. يمكن فيما بعد عربي، بس انه هلا نكست ستيب انجليزي. هي الانجليزي رح تكون موجوده بالسالون دو ليفر بباريس السنه؟ نقلها راد الاسبوع الجاي دو 21 و 24، يعني ويك اند الجاي. قلت بركي بجرب كون موجوده على الستاند ليبان مع الكتاب هالمره على القليله، لانه هيديك السنه ما رحت، وتفاجأت هالسنة قلت لا خليني روح هالسنة، بترك سوفينير لقلي من هيدا الموضوع، شوي بلتقي مع الناس اللي بيمرقوا على ستاند وبحكيهم شوي عن الفكرة والقصة، وبنفس الوقت بستفيد بشوف السالون دو ليفر بعد ما صار لي روح شوفه بباريس. طيب السؤال الصعب، امتى تاني كتاب؟ تاني كتاب وقت اللي بكل صراحة بلاقي مساج تاني وصله. أكيد مش رح كل يوم لاقي رسائل، بس بطبعي كل مرة بتلاقي كنز من هالنوع لحتى اللي تعمل كتاب لا، بس بحس إنه وقتها برجع بلاقي فكرة معينة بتدقرني وحابة وصلها للناس، أكيد برجع بكتب كتاب تاني. مايا فغالي رحال، اهلا وسهلا فيك. ميرسي كاتيا. السلاتر كيون شانجي ما في اكيد موجود بالمكتبات بلبنان، موجود بكل المكتبات واونلاين وين ما كان. اهلا وسهلا فيك وبانتظار كتابك الثاني. ميرسي بوكو. مشاهدينا وقفي هلا ومتابعه لايف.